عسلامة. عسلامة. سبا؟ الحمد لله. اسمعني، التونسي التونسي أكثر حاجة يفد منها ويتقهر منها شنية؟ هي الخيانة. كيف؟ إنسان يخون مرته، يخون صاحبته، يخون خطيبته، هكا هو. هو ساعي يخون ولا ما يخونش؟ ربما يخون، وفما اللي يخون وفما اللي ما يخونش. أعطيني اللي يخون، اللي يخون علاش يخون؟ كان هو خاناته يخونها. باه، وكان ما خانتهاش علاش يخونها؟ على خاطر هو ممكن شاف واحدة أخرى هيك مزينة ولا حكاية، فما مفيد، فما حاجة انتباهي، فما حاجة هكا، فما حاجة. توك يخون شنو يحس؟ يحس بسكين ماضية في قلبه هيك، هيك هو. اسمع، انت كنت عندك علاقات قبل؟ لا يعني معناها كنت مخطوب وسلمت وعرست وعندي بنيات. خطبتك هي؟ ايه، خطبتها معناها وسلمت فيها، واني توا ديجا معرس وعندي بنية ان شاء الله ربي يخليها لي. نفسها اللي خطبتها هي عرست؟ لا واحدة اخرى. هي واحدة اخرى. وعلاش بطل؟ لا كوكا ما تفهمنيش. ما تفهمنيش، اغلب الاجابة متاع تونس الكل ما تفهمنيش. ما تفهمنيش، الله غالب. هو مكتوب لما حال. صحيح. مكتوب. والخيانة؟ الخيانة تأثر برشا على العلاقة وتفسدها وتوفى العلاقة، يعني ما تكملش. لكن في بعض الأحيان فما علاقات يعني برغم الخيانة يكملوا، علاش؟ ليش ممكن هو في مخها حاجة ولا هي ممكن في مخها حكاية هيك؟ مثلا شنو حكاية نجم تكون في مخها؟ لا ما نعرفش، كل واحد هو ممكن هو على فلوسه ولا حكاية، كل واحد وكيفاش. قبل كنا نشوفوا، مو مش قبل ياسر اما كمان كنا نشوفوا اللي المراه تمشي معناها تغز، فما برشا رجال يقول لك خانتني على خاطر عنده فلوس اكثر مني والكل. الراجل اليوم زاد ولا يغزر للمراه اللي عندها الفلوس. صحيح، طبعا فما ناس تلوج على الفلوس وفما ناس ما تلوجش على الفلوس، اعطاها القلب الصافي. فما ناس تخون معناها. دو انت بمال الدنيا ما تبدلش مرتك؟ ما نبدلهاش بمال الدنيا يعني مرتي. معناها تمن بالحب؟ لا مانيش حب، يعني معناها انا صحيح نحبها، اما كي مرتي ام بنيتي ام كل شيء هكا. شنو الفرق بين مرتك ام صغارك وبين انك مرتك تحبها؟ معناها كي معناها عشرة عمري، معناها عشرة عمري هكا. يعني فما فرق بين الحب والعشرة؟ فما فرق هيك. بيعطيني شنو الفرق؟ فما فرق معناها ما بين الحب في بلاصة والعشرة في بلاصة. كيفاش احكي؟ انت شنو تختار؟ تختار الحب ولا العشرة في العلاقة؟ نحبهم الزوزة مع بعض، ماني نحب العشرة ونحب الحب مع بعض معنا. ما غير عشرة ما يجيش حب معناها. هات نفترضوا حاجة، لو كان يوصل نهار الماديات تفرق بين الحب، يتسمى حب ولا لا؟ لا ما يتسماش حب. هو موجود شيء هذا ولا يتسمى؟ معناها موجود ياسر بكثره، يتسمى زي تحيل نقولوا نحن زحكي هيك. اليوم نهار مثلا فما انسان نهار اللي تيح بك الدنيا ما تقفش معاك، تهز روحها وتمشي. صحيح، فما برشا، مش واحده مزوز معناها دار يطيحت بها الدنيا هي ولا هو ديريكت معناها ما يتحملوش. ما يتحملوش، فما اللي يتحملوا مع بعضهم يهزوا القفه مع بعضهم، وفما اللي فما ما يحبش يهز القفه مع بعضهم. كيفاش يهزوا القفه مع بعضهم؟ أنا انسان هكا مثل هو يحبها وتحبه، يهزوا مع بعضهم القفه، وفما اللي ما يحبش يهز معاه معناها مصاحب ولا حكايه ما نعرفش، كل واحد ومخه معناها. انت واحد من الناس مثلا، كيفاش مرتك تهز معاك وذن القفة؟ تصبر ولا ما تصبرش؟ تصبر معايا برشا برشا. كيفاش صبرت معاك؟ صبر معايا في الحلوة والمرة، والحمد لله أني ما مخصصها في شيء وهي ما مخصصتني في شيء، الحمد لله عايش الحمد لله معناها. الحمد لله. في بعض المرات وقتيش المرأة تتعب وتقول سي راني فديت؟ ما هي كل واحد ومعناها
وشنو هو مثل خانة ولا حكاية؟ نعاودو توا. في بعض المرات المرأة تتعب وتقول سي فديت، وقتاش؟ وقت معناها هي تطلب الحاجة ويزيد يقول لها زيد تطلب معناها اللي تفد سي، معناها وقتها اللي تقول سي لستو. كيفاش تعرف المرأة تنجم تصبر؟ والله فما إنسان صبور وفما إنسان مش صبور في الدنيا هذه، فما إنسان صبور فما إنسان ما هو صبور. كل واحد كان هي تحبه معناه وصبر معاه للحلوة والمرة، فما ناس ما تصبرش معاه الحلوة والمرة، معناه على أقل حاجة هيك يسيبوا في الدنيا كلها. معناه العلاقة الزوجية باش تكون متينة شوية، كيفاش تكون؟ كيفاش لازم تكون؟ والله يلزمها تكون معناها متفاهمين مع بعضهم، يشاوروا بعضهم، يديروا كل شيء مع بعضهم، معناها هكي تجي هكي ما تجيش، كل واحد وكيفاش. معناها وانت كيفاش مستحفظ على علاقتك الزوجيه؟ والله كيفاش كيف شو القواعد اللي متفاهمين عليهم اللي يعني الباز معناها نحن القوابسيه ديما قيبسي حري زياده تو عاد تقولها في غير الانترفيو. قيبسي حر يعني اشنو مشي كلمتك؟ قيبسي حر ديما نحن معناها كلمة الراجل راجل وكلمة المرأة المرأة، زي نحترموا المرأة وهي تحترمنا ياسر، معناها نعطوهم شابو لنسوين عندنا والواحد هذه حاجة باهية، تعطيو شابو لنسي هيك على خاطر راني نسيب على بالك هو فهمتك. لا زي 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 لحظه هذه باش تفهموا كل شيء. قال لي راه اسمع بكري يتغصور يحكي بالك يا خو نسيب يعني خمرت خمر اسمعوني راه قلت لك لما ذي الكل نسيب وكان ورا الكاميرا ارجع حتى وسيب تكمل تو انت تو نسيبك وين يحكي صحيح ولا صحيح متفاهمين؟ كيفاش يتصرف مع اختك؟ تصرف مع اختي بدليله متفاهمين جوهم به الحمد لله ويحبوا بعضهم وعشره وامورهم وتزوجوا عن حب ولا تزوجوا عن حب هاي بي خاطر الحب مش حرام. اسمعني يا ريت نعطيك يعني حاجه في العلاقه، الحب يجي مع الوقت لكن الاحترام والتفاهم وتقدير ظروف الانسان الاخر نعطيك راسي معناها نمشي معي، اما باش نبدا نضغط عليه الانسان اللي معايا ماهيش عيش. وانتم اخترتوه كنسيب معناها وكل وتخلي لداركم خاطر تعرفوه كصاحب قبل نسيب، يعني انت هو صاحبك قبل ما يكون رجل اختك. معناها عرست لاختك بصاحبك. لا ليه شكون صاحبي؟ دونك عارف انت شفما والكل، ومن بعد هذاك علاش عطيته معناها قبلت به كنسيب وكل شيء. الحمد لله عز الناس وربي يخليهم لبعضهم وربي يخلي لهم البنوته اللي ما بين. متهني صحيح متهني على اخت متهني اكيد طيب الحمد لله هذيك الفايده. العلاقه بينك انت ورجل اختك يعني علاقه طيبه كما قلت لي راكم اصحاب خاطر اصحاب. شوفني يعني جاي نعدي هني جبتها كان هو معي باه من قبل جاي جبت كان نسيبي معناه انا مصحابي برشا سيبيان والله سيبيان باه. انا ما فهمتش يا اخي العباد كي ترى كاميرات تتعدى قدامها نورمال ولا شنو الحكايه؟ ما يشوفوش في كابل نطقوني باه. نخلي لك الكلمه ليك انت. شنو نقول نحن القوابسيه معناها كلمة الراجل راجل وكلمة المرأة المرأة، وما تقوليش انا هاو اللي قابس يخاف معناها من السيبه ولا حاجه هكا. اش عجبك فيا نعيش راجل ونموت راجل هكا واضح. وانت؟ حني في غنوش نعطيه في غنوش قابس. اي احكي لك شوي. حني قلت لك في قابس كي معناها كي نناسبوا كي نعطوا تولي عائلتي وعائلتها نفس العائلة، الظروف كلها نعيشها مع بعض مش كيما هني في الشمال. فما حاجات ما تقبلش في الشمال. صحيح ولا صحيح؟ لا صحيح. ساعات يبدا يحبها يلعب عليها الحب وما فهم شيء. ساعات وبناتنا احنا تو ما عادش بنات كيما قبل. واضح يعطيك الصحه ميرسي عايش.